سائل يقول: ما حكم أكل الدجاج المجمد المستورد من بلاد الكفار؟ اللحوم المستوردة كالدجاج ونحو ذلك كل ذلك لا يجوز، وقد علم من قبل أناس ثقات ممن ذهبوا إليهم وأيضا ذهبوا إلى أماكن الذبح والسلخ، سواء كان من اللحوم كالأبقار والجمال والدجاج، فإنهم وجدوا ذلك أنهم لا يذكرون اسم الله ولا أيضا تذبح على الطريقة الشرعية، على هذا لا يجوز. نعم، لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها ولا يجوز أيضا يعني استيرادها، كل ذلك لا يجوز، لأنهم معروف أنهم لا يذكرون اسم الله، وأيضا يعني تذبح بالصعق الكهربائي، يعني تأتي تضرب بشيء، خاصة في هذه الأثواب تضرب بشيء حتى يعني يسقط الأرض وبعد ذلك يقوم سلخه، وفيه أمراض وفيه يعني فيها أمراض من حيث الاستعمال، لأن الذبح عند أن تذبح بالطريقة الشرعية يخرج الدم، وهذا الدم إذا خرج هذا معنى ذلك أن تكون الذبيحة ويكون اللحم طبيا لا يعني ينفع ولا يضر، بخلاف هذه الذي تضرب حتى تدوخ أو تسقط ثم بعد ذلك تذبح، الدم يبقى متجمد في ذلك أو في تلك الذبيحة ويبقى مترسب فيه، والآكل لهذه الذبيحة يعني يحصل له ضرر، سواء حصل ضرر أو لا، لا يجوز، لأنه غير مذبوح على الطريقة الإسلامية. أي نعم، وقد ذهب من ذهب إلى تلك البلاد وعاين بنفسه وأراد أن يعني ينظر بنفسه، فإذا بالحال خلاف الواقع، وحتى وصل بهم الحال إلى أنهم يريدون أن يأتون بأشياء، وأنهم يعني يذبحون على الطريقة الإسلامية أو الشرعية، حتى وصل بهم الحال إلى أن السمك يأتون عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية. طيب، السمك من أين يذبح؟ أي نعم، فهم يريدون أن ينفقوا بضاعتهم، ولكن يعني كل هذا من أجل أن تمشي تلك الذبائح والاستيراد يحصل، وعلى هذا فيجب على المسلم أن يبتعد، يجب عليه، ما نقول يستحب أو الأفضل أو أنه كذا، بل يجب عليه أن يبتعد عن هذه يعني المستوردات التي تستورد من بلاد الكفار. أما بالنسبة إذا استوردت هذه الذبائح من بلاد الإسلام، فالأصل أن بلاد الإسلام بلاد إسلام، تأكل ولا تسأل، أما بلاد الكفر فلا. ذهب لجنة بعض الدول إلى المسالخ الدجاج، قال يصبخون في اليوم 20,000 أو بالساعات أو كذا، فهم أرادوا يعني هم يفعلوا أو كذا وكيف الطريقة، بعد ذلك تركهم وأبوا أن يدخلوهم وأبوا أيضا أن يمكنوهم هذه اللجنة، لأنهم يقول لك كيف يعني جلس أسمي بسم الله وكذا، هذا العمل أو هذا الشيء الذي تقررونه علينا أيها المسلمون يؤدي إيش إلى قلة، تذبح 20,000 بالساعة أو كذا، يعني ربما تذبح يعني 100 حبة أو 1,000 حبة ما يكفي، وما استطاعوا تركوهم وابتعدوا، والله المستعان.